بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. شباب اليوم عندنا تبديل بطارية البلوتوث الخاصة بالخوذة اللي يستخدمها سواق الدراجات. هاي شباب، هذا هو، هاي هي الخوذة، هاي الخوذة اللي يستخدموها كواقية رأس، بيها عادة يستخدمون هاي البلوتوث اخوان، على مود سائق الدراجة يقدر يسمع المكالمات الهاتفية او يمكن مخاطبة سائق اخر عن بعد باستخدام هذا البلوتوث. فان شاء الله هذا البلوتوث طبعا يحتاج لتبديل البطارية مالته، فراح اراويكم كيفية تبديلها، فانتظرونا. هسه شباب، بعد ما سحبنا الجهاز الموجود على الخوذة وهو جهاز ارسال واستقبال بلوتوث اضافة للواي فاي، طبعا بامكانية الشباب شنو الاتصال باربع سواق دراجات يلبسون نفس الخوذة عن طريق الواي فاي، او يمكن الاتصال باي شخص عن طريق الموبايل، فهذا يتصل عن طريق الموبايل، او يمكن الاتصال باربع دراجين او سواق دراجات يلبسون نفس الخوذة عن طريق الواي فاي. هسه شباب راح نحاول نفتح الكفر على مود نوصل الى الداخل على مود نشوف شنو مشكلته، فانتظرونا نفتح الكفر ونرجع لكم. هسه شباب بعد ما فتحنا الكفر مالتها هذا، لقينا بانه البطارية مالتها منفوخة اخوان، يعني هذا حيل منفوخة بحيث جوز يعني ما تتقبل شحن بعد. لو تلاحظون اخوان حتى يعني بس فتحت الكفر النفخ يعني دفعت الكفر حيل. هسه البطارية لو تلاحظون اخوان فولتيتها 3.7 فولت، فولتية مالتها 3.7 فولت من 150 ملي امبير اور. نحاول ندبرها نفسها، واذا ما لقينا نحاول ندبر اي بطارية بنفس الحجم ونبدلها، فانتظرونا شباب الى ان نلقانا بطارية ونرجع لكم. هسه شباب دبرنا بطارية نوكيا بحجم مقبول اخوان، يعني حجم ان شاء الله مقبول، خلينا نقول هسه هاي اذا نريد نحاول نقعدها فتقبل القعدة مالتها، لو تلاحظون اخوان يعني ترهم القعدة مالتها. هسه شباب ان شاء الله ترهم، فكمرحلة اولى راح ابدي اقطع الوايرات هاي والحم، طبعا ارفع هذا اللاصق عليها والحمها على الموجب بالسالب ونجربها ونشوف تشتغل لو لا، فانتظرونا ان شاء الله نقطع الوايرات ونلحمن ونرجع لكم. هسه شباب بعد ما رفعنا هاي البطارية قطعنا الوايرات مالتها، طبعا الاحمر هو الموجب والاسود هو السالب، لحمنا هاي البطارية، هاي البطارية مال تليفون نوكيا، هذا الموجب، هذا الموجب مالتها لحمناه على الأحمر، الوسط تركناه والسالب الأسود ربطناه، وهيجي تقريبا كملنا. راح نجي نرجعها بمكانها، هيجي كملت أخوان. هذا الكفر مالتها نحاول نرجعه، تمام. هسه شباب يحتاج هيك لصق بسيط وترجع مثل ما كانت ان شاء الله، نحط لها مادة لاصقة ونرجعها. بس هسه حاليا خلينا نحاول نجربها ونشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اشتغلت اذا لو تلاحظون اخوان البطارية الموجودة بها، هاي البطارية شغلت، يعني هسه هاي منها تشتغل، لو تلاحظون هاي التوم ترميشة الزرقاء معناها كل شيء تمام وقاعد تثبت، ومن هنا هاي الدقمة تطفي، طفت، ومن هنا إذا أريد أشغلها أضغط 3 ثواني أو أكثر يبدي يشتغل اللون الأحمر، بعدين ترمش باللون الأزرق، هاي معناها تمام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأي سؤال بهذا الموضوع أنا حاضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.